اختراق منظومة الأمن الإسرائيلية هاي اللي قلعتونا فيها، يعني هو بحد ذاته انتصار عظيم. اعتقلت في 25/12/79، كنا من أصغر الأسرى في ذاك الحين، أنا والزملاء اللي اعتقلوا معي، كان عمري 15 سنة تقريبا، بقينا في الثالثة إعدادي. الحبسة كانت سنة بس، كان في وقف تنفيذ عالي جدا فيها. بعد سنة ردينا انسجلنا اللي هي الحكم هذا اللي أخذته 7 سنين. هو صحيح أنا مش مخطط للهروب، كنت ولا في بالي، يعني اللي بدهن يطلعوا. كانت في مجموعة شباب، شاب اسمه محمد فريد من قلنديا، وواحد اسمه أبو أحمد نازل دورية بس لا أذكر حاليا من أي بلد هو، ذاكرة سيئة عندي صايرة. انحكم 25 سنة، هنا اللي كانوا يعني ناويين ينهزموا من المحكمة، افتعلوا مشكلة بعد الحكم. كل أنظار الجيش والحرس اللي كانوا في المحكمة توجهوا للشباب هذول. هالوقت رشوا غاز، في أثناء رش الغاز هذا كانت في مرة كبيرة في العمر، بقولها تعي يا خالتي تعي أغسلك باكي، بجوز عمتها لمحمد فريد بتاع كلنديا أو ستة، مش عارف بالضبط شو القرابة. أخذتها غسلت لها وجهها على المغسلة. هالوقت جميع أنظار الحراس كانت بتوجهها للشباب اللي انحكموا، دفعوني أنا مع الأهالي، تعاملوا مع أني واحد من الأهالي، لأن أنا لباسي كان لباس الموقوف، بكون لباسه لباس مدني، يعني بكونش لباس مميز زي لباس المساجين اللي هو برتقالي أو بني. مسكت إيد الحجة وكنت تعت روحك يا خالتي. في نص الطريق الحجة وأنا مارك كانت بدها ترجع توفي المشكلة، بدها ألعن أبوهن، بتقولي بدها يا خالتي خلينا وصلك، عيت إلا ترجع توفي المشكلة. سحبت حظ ظليت ماشي. الأهل طبعا بيستنوا على باب السجن، بيستنوا عشان يخشوا للمحكمة، بيجي بينادي عليهن الجندي بيخشوا على الهاي. الحجة الله يرحمها بتقول لي يما شو براءة، بقولها لا المحكمة تأجلت، وظليت ماشي بكل ثقة. الكيت زي بناء قديم، هو زي باكي منطار أو مش عارف، بناء قديم زي مكعب هيل، قعدت فيه شوي استنيت، بعد شوي طلعت طيارة هليكوبتر صارت تحوم في المنطقة. فعلى رأي الحجة يا يما لو شفت العساكر اللي طلعوا وراك فهي باكي حرام خايفة علي. فانظليت ملبد يعني. بعد شوي كانت هذه الغرفة يعني راح تكون هدف يعني يلفت الانتباه، كنت بدي أدشرها واروح أنام أو أقعد في جنب سلسلة أو إشي يعني يتآلف مع الطبيعة أكثر. مشيت شوي إلى باكي في سبحان الله مغارة، كانها يعني مغارة قديمة من أثار قديمة، قعدت فيها ظلت لها تقريب يعني بعد المغرب عتمت الدنيا. بعد ما عتمت الدنيا رديت قيمته ومشيت ظليت أمشي في بمحاذاة المنطقة. طلعت في المنطقة هالوقت عرفتها اللي هي تقريبا أنا طالع من عند سردة، لأن ريت باص بيرزيت هذا اللي كان ينقل. قطعت الشارع بكاش الوصل هذه اللي ما بين حاليا بين سردة وبين بيت إيل، ما بكتش موجودة. طلعت من المنطقة هاي مقاطعة يعني تقدير جغرافي، مشيت هان صار خطأ، أنا ماشي من نص مستوطنة بيت إيل باكي، وبرضه الحظ ساعدني لأن فيما بعد عرفت، لأني قبل مدرسة الجلزون أنا بكتش عارف المنطقة هاي بالضبط، يعني أنا باكي مارك من نص المستوطنة تاعت بيت إيل، تجاوزت منطقة الدورة، مشيت من الوديان تاع الدورة وتجاوزت منطقة ما بين دورة وبين راجع سلواد، وطلعت على جهة يبرود، وصلت منطقة هاي فيها بعرفها يعني بعرف طبيعتها بالضبط، وصلتها وقعدت شوي. بعدين في وإحنا صغار بكينا نطول شاش حمام من بير مهجور، بعرف الطرق اللي فيه بالضبط يعني. نزلت نمت فيه للصبح، وبذن الصبح طبعا ما غفيتش، بكت الدنيا مطر والجو سيء يعني، ثاني يوم ثالث يوم أثلجت الدنيا. وسحبت حالي ورحت في بيت بكائلنا مهجور إحنا للعيلة في المنطقة المطلة على شارع نابلس، نمت فيه. ثاني يوم
طبعا أخذوا الحجة وأخذوا أخوي الصغير وأخذوا وراحوا يعني في غضون ساعات قليلة، بكم أخذين الحالة الاجتماعية للأسير في غضون ساعات قليلة، صاروا رايحين على جميع خواتي، في اللي أخذ في الناصرة، في اللي أخذ كانت في قلنديا، في اللي أخذ راحوا عليهم جميعهم، بكوا يتوقعوا أني أبكى عندهم. يعني أنا انهزمت بدافع الفطرة، بدافع الحرية شيء فطري قبل الأكل. يعني هذه القصة اللي مش عارف مصدرها، إن مش عارف النبي سليمان بكى حابس كلب أو حابس أبصر إيش، وجاب له أكل وجاب وخير بين الأكل وبين إنه يطلق دشر الأكل وظل. إذا هو الحيوان فضل الحرية على الأكل، فكيف الإنسان؟ يعني أنا بعدي بأسبوع يجي في لي صاحب بكى كاتل قطش واحد من الأمعري جاسوس، قال لي ريح الهزيمة، قلت له ولا ريح منها عيارك، بس طلعت من المحكمة ولا في ريح منها. هو وهذاك بخ المؤبد بكى، هو من كفر مالك، قال لي بجد؟ كنت لا بجد. أولها ما دير بالك غلطه، كان مدير السجن مش موجود، نزلونا على السجن، فقعدت ليلة في السجن عند الشباب قبل ما يأخذونا على الحبس الانفرادي. فسألني بعد بأسبوع صارت محكمته، عملوا طوشة الثاني نفد. هالوقت هن انصرعوا، كان في شرطي لئيم جدا، هذا ألأم واحد. احنا بنعتبر يعني حضور المحكمة فرصة الواحد يشوف الأهل، فرصة يجيب دخان ويجيب إذا بدأ يهرب لشغل عمله. فهذا الشرطي كان لئيم جدا، ويعني من أكثر السجنين اللي كانوا يشرفوا على نقل المساجين للمحكمة. الوسوسة الأمنية عند إسرائيل، توقعوا أن بأخذ رشاوي طيروه بعد ما انهزم المنذر حاليا في كولومبيا. فيما بعد يعني صار تشديد مش طبيعي، يعني بعدها صرت كل جلسة أحضرها وأنا مربط فدي وجري، وين ما ينكلوني من سجن لسجن كان على التيك مكتوب برحان مسكان هارب خطير، بالرغم أن أنا يعني مش بهالدقة، يعني بالرغم من هريبتي كانت على التلقائية وعلى البساطة، في منتهى البساطة يعني كل شيء بصير يلفت انتباه. بالرغم من أنا كانت فترة بسيطة، بجوز بكالي بس أبو سنة سنة ونص في السجن، الطبيعة بتلفت انتباهها، خشخشة الورق الشجر بلفت انتباهها، المية اللي في السواكي هذا طبعا كان في مية، هذه ساعدت، ولا الواحد في الآخر نفس الواحد بنقطع عشان بكون يجري ومنفعل، صوت الأذان، صوت الديك، صوت أجلكم الله، صوت الحمار وهو ينهك، كل شيء هذا بكون في غاية الروعة. وشغلات هيك يعني قيمة جمالية الإنسان ما بيقدرها أو بيكون متعايش معها ومش قادر يفلتر الصورة الجمالية إلا بعد ما يفقدها. شعورك لما سمعت خبر حروب الأسرة؟ شعور جميل جدا طبعا، وكنت عايش معهم، يعني لحظة الواحد هو يجري بيكون يتخيلنا هاي جيني طلق في ظهرها. يعني هذه الشغلات على رأي الشاعر، لا يعرف الشوك إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها، والعكس مش عارف بيت الشعر بالضبط. يعني الشغلات هذه بس اللي بيعيشها بيقدر قديش هي. يعني أنا وأنا أجري أقولها هالوقت بنتبه هاي أجي طلق، بعدين خلاص بقول بسلم أمره لربنا، بقول وين ما تصل الأمور، يعني خلاص اللي ربنا كاتب نعيشها بنعيشها، وشو ما بعدها. يعني احنا مجرد بكينا نهرب رادو او نهرب شغله بسيطه، احنا اتحدينا برغم كل هالامكانيات وكل هالفوبيا الامنيه الموجوده عندهم. يعني انت عمليا قاعده بتتنقل بين 6 دول 7 دول في اوروبا، بتلك اسهل ما تتنقل ما بين مدينه ومدينه في رام الله، والمحاسيم اقل. وهذا الحكي قال زميل إلي لواحد من اليهود، قال لا شوف احنا قاعدين نقطع من دولة لدولة، اريح ما نقطع من مدينة لمدينة. يعني حالة الامن هذه والاشياك والابراج الموجودة في العقيدة اليهودية مش موجودة ولا في عند شعب من الشعوب، فانك تخترقها وتسجل اختراق إلها هذا بحد ذاته نصر محترم.